خايف. يعني ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ ولا حاجه من اللي انا قلت لك عليها عملتها. ما انا قلت لك ما تسيبش الحبل قوي كده عشان هيلف في الاخر حوالين رقبتك انت. عشان تضيعني تاني؟ تقول لي يلا ناخد لنا كاسين في اي داهيه؟ ولا نلغي لنا حرمتين؟ ولا تعرفني على عالم زباله؟ يوم ما هتعمل معايا واجب يعني؟ ممكن تظبطني في ضربايه حلوه. ده تمامك. يا علي للدرجه دي انت غيران؟ مش قادر تصدق ان هي عايزاني انا مش عايزاك انت؟ امتى وازاي وهي ليل نهار معانا؟ وبتسمع كلامك زي ما انا بتنيل اسمع كلامك لغايه ما ودتنا كلنا في 60 داهيه. ايه الوساخه اللي انت فيها دي؟ بعدين ما تسلك كده وتجيب من الاخر تيجي دغري بدل ما توقع بيني وبينها. ملعون ابو دي صحوبيه يا اخي. بس مش عايز اسمع صوت. اكشن. ولا رامي امام. ولا سعيد فتلة اشهر واحد يظبط حواجب حريم في جمهوريه مصر العربيه. ومصر يعني ام الدنيا ووطن الفنون بالعالم العربي كله. مشكله بقى ان الغلطه المره دي ما جاتش في اي زبونه، دي جت في صاحبه المكان. انا اوسخ حاجات حصلت لي في حياتي كانت بسببك على فكره. بس والله ما ذنبي، اقسم بالله ما ذنبي. هي لو انا بحف لها الريش من تحت عطست رحت فلق لها الحاجب نصين. هات يا صاحبي كمان ده الشاي من عمان. انا بعلمكم ازاي تتعاملوا مع كل الناس، دي مصلحه ليكم تشكروني عليها. وسكيلز عالم الجن كله عايز يشتغل مع بروفيسور صعفان بطل ملاكمه في الثمانينات، ومن كتر ما اتضرب في دماغه جاله زهايمر. تفائل شويه ريان، عم بتضخ النيجاتيف فايبس خيي، ما وقته هالموت. اسمعي انت وهي، انا سيدكم وهتسمعوا كلامي والا اقسم بالله هجيب غيركم بدوس الزرار واحده. تاكي شر الحريم ساخطه. لا اله الا الله.